تونس ل 11 الليل مع المدير فخر الدين وإيمان على جد اف ام. مستمعي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على الشدا اف ام، برنامج البطوله المعد ديالكم اليومي الرمضاني واللي غادي يمتد بكم حتى ال 11 ان شاء الله. تحياتي كابتن فخر الدين، اهلا وسهلا لك منير هشام. هشام تحيه هشام جميع صديقين وصديقات البرنامج. وما ما ندير لك، كتغطلي انت وبالماضي انت وعبد الهادي. تحيه لهشام اللي معنا اليوم في قياده هذه السفينه. تحيه لكل من سيتابع حلقه اليوم بودنيه المستمعين ديالنا وبعينيه عبر لايف ديال شدا اف ام في اليوتيوب وفي الفار. راه كاين منصف، تبارك الله على منصف عندك. ايوا بغيت نبدا بواحد المقدمه اخويا فخر الدين اللي سمحتي لي. علاش فاتح ابريل فاتح النهار اللي معروف عالميا بالكذوب. الكذوب شي كذبه اللي قال؟ لا لا ما كاينش الكذبه. اللي بغيت نقول لك هو كاين واحد التغيير دابا، الكذوب ولا على طول العام. يمكن هذا النهار هو اللي فيه ديك تحيه للصادقين والصادقات اللي مازال شادين الخط، شادين كلمتهم. وما عندك ما دير تما، ما على طول العام ولا داك الشيء ديال وتحيه للصادقين والصادقات. الله وديو والله الا كانت توصل بواحد الرساله من عند احد الاصدقاء الاعزاء هنايا. انا غادي نتقاسمها معكم. حتى هو من احدى المدن المغربيه قريبه من مدينه الدار البيضاء، وقال لك سيدي اليوم 1 ابريل عيد الكذوب، مبروك العيد للكذابه اللي خربوا مدينه كذا كذا، ما نذكرش المدينه. قال لك في ذكرى عيد الكذوب اجي نوريو لهادو اننا ما نسينا والو. اللي تفكر شي كذبه على مدينه كذا كذا يكتبها. فينا هو المستشفى الاقليمي؟ فينا هو هذا؟ فينا هو هذا؟ واصحاب القادم جمل؟ فينا هو الجمل؟ خلي الجمل راقد. فهذه رساله، لان التاريخ ما كينساش. الا كنتي كتوعد بشي حاجه وما قدرش ديرها فاعلم انك تكذب، والا كنتي غتوعد بشي حاجه يعني في الامكان في المستطاع فما فيها باس ان الواحد يخرج ويتكلم ويقول حنا ها فين وصلنا. لان المواطن المغربي ما بغى الا يشوف بلاده كتقدم، ومع هذوك المسؤولين اللي كاينين حتى هما كيتقاسموا معاه هواء هذه المدينه. نفس الشيء ينطبق على المجال الرياضي اللي مع كل اسف وحنا غاديين فيه، ولكن التاريخ ما يمكنش. كاين واحد المعطى هو اللي كتميز به الرياضه على باقي المجالات فخر الدين، كاين حقيقه الملعب. بيان سور خدمتي هذا اللي كتبان، لقيتي كتكذب وكيف كنقولوا بين قوسين سمحوا لي يا سارح عباد الله، راه غادي تبان واحد النهار على انك ما درتي حتى شي حاجه. كيف كنقولوا حنا عاجلنا كيقولوا فرنساويين طوطاغ. انا من بين الصور اللي بغيت نبدا معك فيها فخر الدين هذه الحلقه ديال اليوم، قبل ما ندخلوا للمنافسات المحليه بطبيعه الحال اللي كان فيها المباريات ديال سدوس عشور نهائي كاس العرش، تاهل من تاهل واقصي من اقصي في انتظار مباراه واحده مؤجله بين الجيش الملكي ونهضه بركان. غنتكلموا على نهضه بركان في اول خروج ليه في ربع النهائي كاس الكاف امام نادي ابو سليم الليبي، اضافه لمواضيع اخرى متفرقه. وما غنساوش اليوم كذلك هو موعد للتحاور معكم 05/22، ما عرفتش المهدي واخا داكور سيدي المهدي هو غادي يكون معكم ان شاء الله وفي استقبال ممكن. ماشي دابا بلاتي غير رد البال اللي يكون شي واحد كيتصل دابا يقول ليه ان شاء الله بدايه من 9:15. ومرحبا بالجميع، تحيه لكل الاصدقاء. بغيت نبدا معك واحد الصوره فخر الدين من السعوديه، المملكه العربيه السعوديه. واحد الاستقبال داروه الناس ديال اتحاد جده لهشام بوشروان. والله العظيم الا كنشوف دوك الفيديوهات كنقول واحد شويه ديال ثقافه الاعتراف بعدا. كيفاش استقبلوه وسط هذوك النجوم ديال اتحاد جده وداك الشيء. فوالا هذا راه هو كان عندهم واحد لا كيقدموا على اساس فوالا راه ها هو واحد من بوشروان. بوشروان كان عندنا في واحد الوقيته من الوقيته نجم جبناه نجم. والله العظيم اسمك غادي تقول لي قدموه على اساس نجم سابق في اتحاد جدة. شاف واحد الوقت راه ابو شروان، هشام ابو شروان ماشي شي واحد اللي هو عادي واحد العام يعني اللي مشى اللي مشى وعطاهم. دابا كتعطي انت الشيء القليل ماشي حتى الكثير. انت كتمشي على اساس واحد اللعاب جبناك في واحد الوقت من الاوقات، واليوم اللي انت كيدور تما رونالدو كيدور واحد عدد كبير ديال النجوم الكبار، باقى المكانه ديال ابو شروان وديال الداودي وديال كاع الدراري اللي لعبوا في الخارج، ولا السفري ولا كاع الدراري اللي خلاو بصمه ديالهم تمايا باقي يحترم. انا كنشوف غير عموته كيفاش في نادي السد، ملي كنت انا كنشتغل كان ديما نقولها لك في قطر كيفاش كنشوف انا الترحيب ديالو في نادي السد وكيفاش
نادوا عليه وكيفاش اشتغل وكيفاش مؤخرا كنشوف واحد الوثائقي على كوردوبا ولا سميت اللاعب اللي كان في الانتر دي ميلان اللي تعقل عليه باقي الان دابا هو واحد العنصر ديال الاوروغواي ديال الاوروغواي ريكوبا ريكوبا الفارو ريكوبا ريكوبا كنشوف انا كيفاش كي واحد عدد كبير لا فلاسيد ميلان ولا انتر دي ميلان لعاب اللي لعبوا جاوا في واحد وقت من الاوقات عطاو ديك الفرقه بحال دابا مده ديال 6 سنين ولا 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 7 سنين وحقوا معها القاب وي وبقى بقات المكانه ديالهم محترمه جميل ما 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 ما, ما تقاش تعي راسك انا نقول لك علاش نقول لك علاش مذكر لا واخا ذكرت تعي غنبقى ديما كتبقى نبقى نقولها لك هي مساله التربيه واخا اش نقول لك خليها هنا ما تبقاش تعي راسك فين تربيتي اشتي فين تربيتي وهذا الشيء هو اللي كي وشوف شوف ما تدخلها في حتى شي حاجه اخرى هي تربيه واخلاق وكفى ونزيدك حاجه اخرى وشكون انت بس تقدر دير هذا الشيء خصك انت تكون شخصيه وغتكون انت واش عرفتي اش نقول لك لا فهمت كذا صوتي انا نهضر معاك برا دخلتي معايا انا ندخل معاك شوف واحد القطاع ملي كتكون انت كاريزماتيك وكتكون انت عندك شخصيه قويه وعندك وعندك فبالضروره انت متقاد مرضي عليك مربي كتقدر كتقدر تستقبل وتفرح ودير وكلشي ولكن ملي ما كتكونش انت في هذا المستوى غتخاف من اي ما تربيتيش في هذا المستوى غتخاف من اي شويه تعطيني انا لا ما غتعطينيش ها ما غتعطينيش ايوا كفى ارانا واحد الفاصله اخويا اخويا المهدي بدايه بدايه موفقه في حياتك قلت لك المهدي راه هشام انت مع الخلعه مهدي تفضل اخويا هشام كارتي فيكتوريا بوسكورا اريزونا بارك كتمنحكم الفرصه لاختيار شققكم في مكان هادئ الكثير من المساحات الخضراء وهندسه معماريه جد حديثه استفدوا من العروض الحاليه شقق بجوج وثلاثه الغرف زائد صالون زائد جوج الحمامات ابتداء من 800000 درهم التسليم في الحين اتصلوا بالرقم 080 200 0010 080 200 0010 او عبر الواتساب 0674 89 00 11. مالك صاحبي على هاد المرجه كلها قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء وهانت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا تبدل هاد الراكور يطردق الاخر والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره الا بغيتي المليح والصح د الاكسسوار د السقه عليك بمنتوجات ار اش عند كازا دريب ار اش عند كازا دريب ايه ار اش عند كازا دريب المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه وكاع الدوزان والاكسسوارات د السقه لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله عمرها سلعه ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مده طويله ار اش كازا دريب اتصلوا بنا على 0522 248 600. Bonjour à tous. Si vous cherchez à organiser des soirées privées, des mariages ou des événements d'entreprise, vous êtes au bon endroit. Après plusieurs années de savoir-faire dans le domaine artistique, Artishow, votre nouveau label de booking artistique, est venu élargir notre activité. Que vous cherchiez un chanteur ou un groupe de musique, Artishow vous accompagne dans le choix et le booking de l'artiste idéal qui fera vibrer votre scène. Alors n'hésitez plus et contactez-nous dès maintenant sur notre site web www.artishow.ma ou envoyez-nous votre demande sur WhatsApp au 06 98 201 201. 06 98 201 201. Artishow, la référence en matière d'artistes. البطولة من 9 ل 11 الليل مع المدير فخر الدين وإيمان على شادة اف ام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام. تحيه للاصدقاء ديالنا اللي كيكتبوا لنا في التعليقات ديالكم. حنا غادي نجيو ان شاء الله وغنقراو التعليقات كلها. تحيه لكم جميعا. سي شبكي عزيزه عليا انت الاول انت دابا اللي ديتي البطوله وغادي تشارك العام الجاي ان شاء الله في تشامبيونز ليغ انت وعز الدين مدريديستا. تحيه للفريق من الحي المحمدي. الله يبارك فيك خويا شكرا لك وتحيه لدوك الناس ديال الحي المحمدي. تحيه للناس ديال الحي المحمدي. رانا نبداو احنا من 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 بنغازي. اييه من بنغازي نهضه بركان رجع بالتعادل من ميدان نادي ابو سليم الليبي 0-0.
النظر على الماتش بغيت نسولك على واحد واحد النقطه وخا تسمح لي نرجع بك واحد العامين اللور. واش باقي عندنا داك ديك القراءه ديال فيما نقولوا نهضه بركان؟ اه نهضه بركان ما خصكش تهضر عليه في هذه الادوار كاس الكاف وكذا وكذا وكذا. اولا نجي نقولوا نهضه بركان ديال هذا العام راه لا ينطبق عليها القول ديال نهضه بركان اللي كانوا دازوا. نقدروا نقولوها لانه من خلال يعني المباريات اللي كيلعب نهضه البركانيه حتى هاد ابو سليم الفريق الليبي اللي لعب معاه فريق نهضه البركانيه سته ديال التعادلات وسته ديال الهزائم. حيت ملي كدير ملي كتبغي تلعب مباراه ديال كاس افريقيا منير كتحط احصائيات ديالك انت ديال الفريق المنافس ديال ماشي الفريق المنافس ديال البطوله ديالك انت انت كيفاش داير الحاله ديالك الصحيه. فهمتيني شنو نقول لك انا ملي كنكونوا غادي نلعبوا لا بدا ما نسول انا على منير اش محقق وانت كتسول عليا اش داير سكي في الفريق الليبي ماشي في صحه جيده ولكن مؤخرا شاهدنا على انه في كاس الكونفدراليه الافريقيه كيقدم مباريات في المستوى خير دليل على ذلك هو التاهل ديالو لهذا الدور اللي هو فيه. نهضه بركانيه راه ماشي زمونير يعني من بعد واحد سلسله من المباريات اللي كانت سلبيه ولا نتائج سلبيه بدا كيحقق في نتائج ايجابيه خلاته على انه يمشي لليبيا وحط على راسه الاعيون ديالو على انه الفريق ماشي سهل الفريق اللي كيلعب الكره وما كاين واحد الوقت كانوا كيلعبوا في لاتينيزي وكانوا كيلعبوا في يعني في خارج ليبيا عاوناتهم هذيك القضيه ديال كيستقبلوا في عنابه الجزائر كنقول لك زعما ولاو قريب شويه كي هذا فهذا هذا عندهم معرقل لهم شويه المسيره ديالهم في كره القدم خصوصا في الكونفدراليه ولا في الشامبيونز ليغ. على اي انا كنظن بانه الفريق نهضه البركانيه منين انا غادي نشاطرك الراي ونقول لك على انه فريق اللي مازال شفت بعض المباريات وشفت بعض الملخصات لقيت على ان الفرقه منير كاين شويه ديال غادي يكون شي اصطدام شمال افريقيا فوالا غادي يكون شي اصطدام اللي غادي انا شفت الماتش البارح ديال الزمالك مع فيوتشر كان ماتش مزير الى اقصى درجه. على اي انا ما كنتش كنتوقع كنا تكلمنا نيوك هنا منذ المجموعه اللي تجمعت كنا قلنا بانه كاين فرق بزاف هذا العام ديال شمال افريقيا وزائد الفرق ديال جنوب الصحراء رغم انه ما بقى ما وصلتش لذاك المبتغى اللي كان فيه. هاد نقدروا نقولوا هاد ابو سليم هاد القرعه اللي جابت نهضه بركان راه اسهل مزيان أسهل بالنسبه للاخرين بالنسبه للاخرين انا معك الماتش روتور لا انا شوف غير الا بغينا نديروا شويه ديال لا ديبلوماتي ولا ما عرفت كيف نسميها لك انا ما هو في حقيقه اللي بغيتي تقول بركان هنايا في الميدان ديالو لا اظن على انه يتنازل على اللي كيخلعني هو نهضه بركان هو لا ما تخافش انا كنظن انه ما حد كيلعب مع فرق بهذا الشكل قادر نهضه بركانيه يتجاوز الفريق الليبي في الماتش روتو قادر وانا ذاك المدبر حكيم في باقي الادوار بالنسبه لفريق نهضه بركان. من غير فريق نهضه بركان كان واحد جوج ديال الانجازات اللي جميله في هذا الويكاند. واحد عنده علاقه بالفوتسال واحد ديال البيش سوكر السوكر المنتخب الوطني ديال البيش سوكر دا ديك التورنوا انترناسيونال اللي كانت في ديك كاس السلفادور داروا ماتشات زوينين مزيان وكانوا تبعناهم مباشره لا ضد المنتخب الامريكي لا ضد المنتخب ديال السلفادور كيبان على انه كاين واحد واحد الخدمه دارت مع المدرب السنغالي. ولكن انا اللي ضرتني في هذه القضيه فخر الدين ما عرفتش شفتي شي ماتشات بعدا هضر لي على المنتخب انا اللي ضرتني مزيان تحيي المنتخب الحالي وكتقول مزيان راه كاين واحد التطور ولكن ما نساوش عاوتاني جاب الحداوي الهضره ثاني في وسط لي كومونتير في وسط التعليقات تاع عباد الله شفتوا ايامات لا لا هو هذا عندك بلاتي وهذا من غير هاد التورنوا حتى هو راه كان جالس الناس خدامين كدير حتى حالتك الفرص دابا بشويه شوف علاش ما نعطيوش لكل واحد حقه ولو بالقليل كاع دابا انا بغيت نتكلم على 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 حداوي ما تنعرفو ما كيعرفني اول حاجه خصني نفكر فيها شنو هي بحال ما كنتكلموا على الفوتسال كتقول هشام دكيك كتقول لا من غير هشام دكيك كتقولوا جامعي وحسن غويله وكتبدا تجبد والماعون علاش هادو حطوا بحال كتقول انت حطوا كتربطني علاقه مع غير مع مصطفى ولكن تنقول الحقيقه ما غاديش نجي ونقول ما دارش ماشي ما دارش
دار داكشي داكشي اللي بغى اللي بغات هذيك الظرفيه ولا داكشي اللي كان محطوط. شوف غنقول لك واحد القضيه، داروا بالاغلاط ديالو السلبيه وبالايجابيات سي نورمال صافي. كل مرحله راه عندها الزوين ديالها عندها الخايب ديالها صافي. ثم ندوز للفوتسال، المنتخب الوطني الرديف اخو الرديف يجي بحال ليكيب بي، ولكن راه واحد جوج تلعب ولا ثلاثه هما اللي فوق 23، باقي راه كلشي او 23. داو هذيك الكاس ديال الكاس الدوليه اللي في فيتنام، ربحوا الماتش الاول كنا هضرنا عليه، تعادلوا مع الفيتنام 3-3، ربحوا ايران 5-4 وربحوا نيوزيلندا ب 6-2 في الماتش الاخراني. داو الكاس قبل ما تلعب المباراه ديال ايران وفيتنام. نقدر نقول لك لا روليف شبه مزيانه، هذا الشبه واش ما نقولوش؟ لا عمرك ما تعطي لا توتاليتي، حيت لي كريتير باش طلع ثاني ليكيب بريمير عاوتاني خاص شي ملي كتوصل لفحال هاد المراحل واش خبرك تتصعب عليك الامور. دابا تيكروا بانه هشام دقيق ترونكيل، لا عرفتي ملي كتكون ملي كتوصل لواحد البلاصه وكيولي عندك دي بوديوم وتيولي عندك واحد الكلاسمون وكيولي عندك هذا، انت كتكون عندك لابريسيون اكثر من هذاك اللي عاد جاي كيقلب على هذاك الشيء اللي انت وصلتي ليه، وانت كتقول انا خصني نبقى في هاد المرتبه وما نطيحش، ولا بغيتي ما طيحش خصك تا دونك ملي كتكون عندك بريسيون اش كدير؟ كتزيد تخدم. السلام عليكم. ما كتقويش هذاك الشيء، ما تقولش لهم راه انا ويتي مونديال صافي ما يهضر معايا حتى واحد. الله يرحم باك خليني عليك في الثقه. لا انا غير عطيتك. لا الله يرضي عليك، خلينا نرتاحوا. احنا مرتاحين. لا ما نرتاح والو، ملي كتجيب لي فحال ما كنرتاحش، انا راه كتجي هذيك ديال فيفا وكنمشي خصني نشرب الدواء عاوتاني. اللي ضاف فيفا. عاد تجي ديك الساعة دابا ضاف فيفا عاوتاني ونبدا نترعد. الله يرحم باك. حتى لشهر 6 ان شاء الله. الله يرضي عليك اموني. بالتوفيق وهنيئا للمنتخب الوطني المغربي للفوتسال، المنتخب ديال اقل من 23 سنة بقيادة عادل السيح، والتوفيق للمنتخب ديال اقل من 19 سنة بقيادة يوسف المزراعي لونسيان كابيتان اللي عندهم دو ماتش مع كنظن مع جمهورية التشيك. المغرب لقى راسو في واحد الفضاء افريقي اللي ما فيهش منافسات قارية، ما فيهش هذا الشيء، فكيفكروا انهم كيبقاو ديما هذه الفئات غاديين يركزوا على خارج ارض الوطن. والجميل انهم ما طاحوش في الغلط اللي طاحوا فيه المصريين والليبيين في واحد الوقت اللي بقاو خدامين بواحد لا جينيراسيون تدابت، فتمنوا ولكن هادشي راه ما يبقاوش هما الناس خدامين بوحدهم. لا نتمنوا يكون هادشي بالتوازي مع المجالس مع الناس ديال القاعات مع بزاف ديال الحوايج، وبالتوفيق للمنتخب الاول. مازال باقي عندنا الوقت نهضروا عليه، اللي عنده كاس افريقيا ان شاء الله بمدينه الرباط. الساعة 10 مستمعينا الكرام، انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة. بعد قليل بعد الفاصل غندخلوا المنافسات كأس العرش، سدس عشر النهائي، من تأهل لدور الثمن ومن أقصي وخرج من المنافسة من بوابة سدس عشر النهائي. دابا كتسمع الشدا اف ام.
ديش لمال لا ليبرتي خليا ما ديش لمال ما ديش لمال ما ديش من 9:30 ل 11 الليل مع منير فخر الدين وإيمان على شادي فام. نجم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادا اف ام. نقراو شي تعليقات اخويا فخر الدين تفاعلوا مع الاصدقاء ديالنا. صعيب شي جمهور يصبر على فريق ديالو بحال جمهور الجيش الملكي اللي نرفع له القبعة من هذا المنبر 12 سنة بدون لقب، ولكن راه عرفتي الصبر راه فيه وفيه ثاني. راه اللي صبر هو اللي مثلا مش نقول لك اللي صبر هو اللي عارف شنو المشكل اللي كان في ليفارو وكيقول بلاتي راه اليوم غدا اليوم غدا. راه المشكله اللي مثلا لقى الحب ديالو لهذا الفريق في الوقت اللي ما كانش القاب، وكيشوف فرق اخرين كتديو كيقول لك لا خصنا حتى حنا نديو، فالصبر فيه وفيه، ولكن الصبر مع الخدمه غادي تجيب. ومن بعد ما تدي الالقاب خصك عاود ثاني كيفاش تبقى في هذاك النيفو اللي عودتي فيه المحبين ديالك. مساء الخير ايدوكاسيون سي امين، تحياتي خويا منور فخر الدين فخر المغرب كابتن فخر الدين. الله يبارك فيك خويا، شكرا لك. ابو العتاهيه، تحيه لك ابو العتاهيه. السلام، السؤال ديالي للحاج رجحي ان شاء الله. ان شاء الله اتفايل عليك بعدا. واش في الوقت ديالو ولا من وراه علاش ما كانش هاد الامراض اللي ولاو دابا عند شي جماهير ديال الفرق؟ الا ما عيتيش على اللعابه ديالهم كيردوها قضيه مؤامره. مثلا عطاو واحد جوج سميات ديال واحد جوج اللاعبين اللي ما خداوش الحق ديالهم مثلا في ليكيب ناسيونال، قالك عبد الحق قيت العريف مستودع. لا غير جاو فواحد الظروف اللي هي انا دائما كندخلها في هادشي. جاو فواحد اش كنسميك واحد حقبه ولا حتى ديك كثره ديال اللاعبين الوفره. اييه الوفره هي اللي كانت كتخلي على هاد، حيت دابا تجي هاد لقيتها دابا ويكون عندك لا كاليتي ديال المستودع وديال عبد الحق التعريف غادي تاخذهم معاك تاخذهم منير وتهزهم وتحطهم في ليكيب ناسيونال بديك لا كاليتي ديال اللي عندهم. كله حقبه هذا هو المشكل اللي كان. السلام عليكم ورحمه الله. سي ابن السكير حميد، تبارك الله عليك سي حميد. سي وداد ساراغوسا اراغون سافا، الله يبارك فيك. قناتكم فرق كبير بين تبوس اللوغو فاش تماركي وتكون عند المسؤوليه ديال الرد الجميل والوفاء. هذاك الشيء ديال بوس اللوغو بالنسبه لي في هذا العصر هذا غير نزولا عند رغبه الجماهير ودغدغه مشاعر الجماهير. ما الناس اللي هزات اللوغو ديال بصح كضحك زوين هادي الناس اللي ما دابا داك الشيء هذا اللي كيبوس اللوغو نتحدى الا ما خداش فلوسه واش غيبقى يبوس في اللوغو؟ لا ما ياخذش فلوس وغيمشي معاك بلاتي. وكتبوس هذا ديال هذا العام والعام الجاي كتبوس عاوتاني وايا ولا ما خلصنيش نمشي معاه. لا كتمشي مع الفيفا وتبوس في الجهه الاخرى ماك حتى غادي وكتبوس منظومه البطاطا وصلات البطاطا العزوزي. تحيه لكم من دالاس تكساس، شكرا اخويا. شحال في الساعه في امريكا؟ ما عرفتش اخويا شحال في الساعه. كيفطروا شحال في الساعه دابا؟ في الساعه مادي لا مازال ما يكونوش كيفطروا كنظن. هذه 10 و7 دقائق. سي حميد الرزوقي اهلا وسهلا، تحيه كذلك لسليم البوصيري شكرا لك. لهونا بالكره بغاو يزيدوا في البوطه حميد العزوزي خويا الله خديتها قبيله ما لا لا باقي ما كاين والو ما كاين والو انا باقا تحت في الدروج مازال حتى ما طلعتهاش. تطوانيا من العاصمه الكولومبيا بوغوطا. سي زيان عز الدين تحيه لفخر الدين الله يكثر خيرك سي عز الدين. منظومة بنات الملاعب ونسات البنية التحتية وخلات الناس واحلى مع الفيضانات حقا المنظومة البطاطا قريبة تخمج. ما تقارنش اخويا حميد الله يرحمك. لا لا حيت البنية التحتية جمع فيها كل شيء. سي بريس راه حتى الملاعب حتى هي داخلة في غير قول لي درتي البنية التحتية ونسيتي البشر. تكوين ديال العنصر البشري هو اللي شوية باقي عندنا فيه خدمة كثيرة. بالتوفيق المنتخب الوطني المغربي في باقي الاستحقاقات إن شاء الله. مع البايرن ميونخ خسروا ثاني عيطوا لدورتموند كمال هو اللي غادي يجاوب على هادشي. تعادل بالنسبه للسيتي وارسنال هذاك ماتش تيت دافيش. باريس سان جيرمان سلخوا ليا مارسي بجوج زيرو. ليفربول ربحت دابا اللي استفدت هي ليفربول دات 4 نقاط. اش بغيتي عندنا دابا؟ كنعطيك برشلونه ربحت بواحد، ريال مدريد ربحت. انا كنعطيك هادو القمه ديال الماتشات اللي كانوا فيه. والبارسا اللي باقي كيهضروا باقي لا وكيقول لك اسيدي تشافي والو مامن بانه لا يمشي ما بغاش
رغم انه دابا عنده لو سوتيا وعنده تيقول لك انا غادي ومن تما لتما ربي تما ربي تما. سيمونر سول الفريخ على لويس اللي دخل غوارديولا ضد ارسنال، سولو شحال من رضاعه كيشرب في النهار، ثم سولو واش هذا الشيء هل يثلج الصدور ام يثلج الماء في الركابي. الله الله على يثلج الصدور. الله الله يثلج 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 الصدور. هما عندهم هذاك الشيء كيخدموه ماشي باش تعطي انت. واش ملي كيسالي غوارديولا ولا كلوب، انا قلت لك شحال من مره، واش عمرو سمعتي قال لك دخلنا اليوم شبان؟ لا هو لعب لعب اللي غادي يخدم به. انا واش عمرك سمعتي اليوم حنا دخلنا الشبان؟ لا لا اه لا، حيت المقياس هو الكره صافي، سواء عنده 16 سواء عنده 46. شي لقيت شي واحد عنده انايا 99 عام بحال دابا جا عندي سيف خر الدين، هي انا عندي 99، انا شفتو بالحيتو عطيتو كره وقلب ليا كاع اللعابه وقلب العالم كله غتلعبوا غادي نلعبوا. ما نقولش اليوم انا راه ها انا وقعت لواحد عنده 99 عام وتقت فيه ودرت فعلا راه عطاني عندنا الشبان. انا كنت في الشبان واحد لقيتها كتسمع الشبان، ومني كيمشي الرئيس مسكين يبدا يقلب حيت هو ما كيكونش يجي للتيران، تيجي وتلقى الشبان عندهم 27 24 25 عام. سي شاب متزوج وقبل طفلين. حسن مولاي جاوبه مع مولاي قال لك بوركوا شاك فوا كو فو بارلي دان غجاوي مسيو فخر الدين شونج دو سوجي دان غجاوي. شكون هو حسن مولاي؟ قول لنا السي حسن مولاي. بلاتي 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 عاف شويه الله يرضي عليك السي حسن، غادي يكون وقتنا ما سمعناش منين هضرنا على الرجاوي هضرنا على ابو شروان. اييه واش قلنا عليه مسكين؟ انت اللي قلتي. هاش قلت عليه؟ واقول اش قلت عليه؟ واه قلتي عليه الاخلاق ديالو والمستوى ديالو، واحد من شنو غنسميه من الناس اللي طبعوا التاريخ ديال اتحاد جده واستقبلوه ناس هنا في الرجاء. انا كنهضر على اتحاد جده ونزيد حاجه اخرى من غير هادشي كله صديق ديالي يعني. انا نسمع بحال واحد حسن مولاي كنقولها لك ودابا لابو تيموني راه عارف انا راك انت عارف اش هو كاع الدراري ها عمر ها كاع الدراري كاع الدراري ها زكريا ها اي واحد في الدراري ديال الرجاء منير اللهم لك الحمد عندنا معاهم ما علاقه. جاوبوا الفرنسوية ديالك الله يرضى عليك بالفرنسي ديالي خليتها في الدار. يلا الله يرضى عليك والله الا خليتها. لا ما حيت درتي المسرح وانت تنساها والله الا خليتها حيت بقيت مع اللغه العربيه. فيمو بليزير سيل تو بلي مي اغيت اغيت حسن انا تحيه لمجيد لك شنو مجيد هو اللي كيقولها يقول اغيت هو اللي كيقول اغيت هو اللي كيبدا تيقول لك اغيت سميتو هو حسن حسن مولاي حسن مولاي اغيت حسن مولاي اغيت شو ما عليك انا جي بيان بارلي دو فا فيغ لو ريسك بداها بالشلحة سيدي زول ايه وكملها بالفرنسي. جو بونس كو مسيو فخر الدين بيان فيو لا بيس دو تياتر سيتي ارسنال. لا كانت صعيبة ماشي بيس دو تياتر لا كانت هذاك سبيكتاكل وبلاتي يا منير شنو خر في خبارك هذاك سبيكتاكل عطانا عطانا الوجه الاخر ديال الارسنال وديال السيتي ملي كيكونوا خايفين وخصهم يعسوا على ما يتمركش عليهم. نكمل الكومونتير. عطي ارسنال اش دارت العصا سلخوا لي هذاك هالاند سلخوها منير والله العظيم اللي تفرج في هذا الماتش يقولها لي. قال لك بيس دو تياتر افيك دي زارتيست اكسبسيونيل ان اركيتكت دانتيريور لاربيتر لك لاربيتر دو تري غران كاليتي اي نو اون ريف لي زيو اوفير و اون ريف المشروع مي اون ريف اشي منير لاربيتر كان في القمه كلشي كلشي ما تقدرش تشوف داكشي هذاك ارتيتا غير سته واحد بقيت هو غوارديولا حاسين بحال الريحه ديال شي بيت غادي تجي وغتجيها باراكسيدون وما كاينش بزاف ديال الاسباس ولكن البيت كاين كاين الريحه ديالو واو في الاخر صرا زيرو. انا واحد بقيت وليت كنقول اللهم زيرو زيرو يبقى فيا مسكين ارتيتا ولكن زيرو زيرو ديال لا لا كنقول لك انا الوجه الاخر ديال الفراق عطاوك عاوتاني الا بغيتي انت تقول انا غنوريك كيفاش كندافع انا نعطيك الوجه ديالي باني كنمشي الماركي 4 3 دابا غادي نعطيك وجه اخر ديال كنسد كيفاش كنسد. كفى من العبث كفى 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 الله يرحم من رباك وقراك سي فخر الدين ديما عندك نويطات جداد. والمسؤولين كفى وسيروا العمره والحج وخليوا ناس اخرى تخدم البلاد والعباد. راه قال على على واحد المهنه بالضبط لا قام تدخل راه ولا كلشي راه كيجيهم التسيير سهل
دريس قادري قال لي خويا منير كنشوف فخر الدين دخل سخون اليوم مالو ياك ما سخاش برمضان ولا كذبوا عليه هذا النهار. ما كذب لا والو ما كاينش كيكذب عليا انا كذب عليك انا حدي كتجبد لي داك الشيء منير دار هذاك الشيء الاعتراف كتقتلني انا غير تبي تقول لي شي واحد راه ليه كيستقبلوا فيه وتيبوسوا وكيديروا ليه تن لا والله العظيم انا شفت الفيديو واش كتقول علاش اشنو اللي ناقصنا ماشي شي علم كبير هذا جيست لا والو ما يبغيش عطيني اجمع عطيني نجبد لا لا وانا ما غايبغيش لانه هو اصلا سيمون يقول فخر الدين الله يعطيه شي حجه جواد الخضر الله يعطيك ماشي غنقول فخر الدين اخويا يقول الله يعطيه حجه ويوسف سنسار السلام خويا منير معاك يوسف من بنسلفانيا اييه بنسلفانيا في امريكان واش شفتي الحكم ديال ارسنال ضد مانشستر سيتي ولا هو اللي كنت كنهضر عليه فرنساها في الدار لا ما كاينش والماتش ما كيوقفش تيمشيو كيدير لهم نوض علاش الحكام ديالنا ما يديروش شي ستاج برا سلم على لا لا قولي لا قولي لا قولي لا الله يرحم والديك والله العظيم لا يجب مقارنه وحق الله لا يجب مقارنه حتى نوليو في عندنا نعاود نقولها عاوتاني التربيه على المواطنه التربيه ماشي عند الحكام اتونسيون عند المسؤولين لا 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 انا كندوي على المسؤولين انا مسؤولين انا كندوي على المسؤولين انا دائما في القطاع الرياضي حتى لا اي راه حنا كنهضروا في الرياضه انا دائما في القطاع الرياضي اللي انا كنتمي ليه زاربيتر انا شوف هضرنا على انا ملي كنكون نتكلم غير باش كتوضح انت عارفني يا منير انا انت حنا دائما في القطاع الرياضي للتوضيح قبل ما ناخذ واحد الفاصل وندخلوا المباريات ديال كاس العرش نصحح فقط غير واحد الخطا داز عن غير قصد نهار الجمعه فسولتيني على المدرب ديال شباب السوار قلت لك عوده طرد ولا حمر رضوان الحمر ما كاينش وانت قلتي لي ايه هذا بغيت نصحح خطا واعتذر علاش هذا خطا قلتي عليا اول مره كترتكب خطا انا مشيت لا منير الله يرضى عليك دارت لي عمره في خاويه الله يرضى عليك يا منير ايوا شنو الله يرضى عليك وكون ناس كذاب هذا كون ناس كتكون دوز كنت تقول رضوان رضوان ما عرفوش شكون رضوان تحياتي للاصدقاء فاصل مستمعي الكرام ثم نعود سلام مرحبا بك في حلقه جديده من فن الطياب مع دامتي اليوم غنجاوبوا على اكثر سؤال كيتطرح علينا اشنو هو المكون اللي كيدير الفرق في الطياب دامت البنه ديال دامتي بالتوابل 100% بيو يمكن تستعملها في كل شهواتنا المغربيه مع البقري الدجاج والغنمي وحتى في الشهوات العصريه الخفيفه مع ليكيش الكغاتان الشاورما والبيتزا كتزيدهم واحد اللمسه خاصه هذه كانت نصيحه هذه الحلقه نتلاقاو في موعد جديد من فن الطياب مع دامتي مع دامتي طياب فن ومتعه 9-21 امالك صاحبي على هاد المرجة كلها قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء وهانت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا تبدل هذا الراكور يطردق الاخر والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره الا بغيتي المليح والصح ديال الاكسسوار ديال السقه عليك بمنتوجات اير اش عند كازا دريب اير اش عند كازا دريب ايه اير اش عند كازا دريب المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه وكاع الدوزان والاكسسوارات ديال السقه لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله يعمرها سلعه ومع هاد البومبات الجداد اللي جابو الصح وكيدوموا مده طويله اير اش كازا دريب اتصلوا بنا على 0522-248-600 البطوله من 9:30 ل 11 الليل مع منير فخر الدين وايمان على جدي فام انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام تحيه للاصدقاء ديالنا وكل من يتابع حلقه اليوم غادي نتكلموا على المباريات ديال منافسه كاس العرش وبين المباراه والمباراه ناخذوا مكالمه هاتفيه من مكالمات المستمعين ديالنا الكرام 0522-36-20-91 0522-36-20-91 منافسه كاس العرش سدس عشر النهائي تختتم البارح في انتظار اجراء المباراه الوحيده واللي بقى مؤجله بين فريق نهضه بركان والجيش الملكي واللي هي مباراه القمه ديال هاد الدور واللي من نهار فرزات القرعه قلنا هذه غتكون مباراه قويه وقويه جدا اما باقي الفرق فتجروا المباريات ديالهم نهايه الاسبوع وكنا تكلمنا على المباريات اللي تجروا حتى قبل نهار الجمعه فاش خرجنا من هنا خلينا اولمبيك خريبكا الدفاع الجديدي شباب محمديه وسوفيات برشيد انتهت المباراه بفوز اولمبيك خريبكا 2-1 ماتش دوز ميتون كان فيه يمكن هاد المباراه منير يمكن ضربه الجزاء هي اللي خلات على ان جديدي يرجعوا يتعذب شويه لا حيت مركع عليه بعدا كان بينالتي ديال خريبكا مع الدخله صاحبني كيف بعد جديده فاش ماركات
ماش كنقول سيتي تروطار ولكن كانت خريبكا ديجا عندها دو بوت ديكار خلاتها تلعب برتي على عينين. مباراه كانت زوينه سورتو في دوزيام ميطون وعرفت ثلاثه ديال الاهداف تاهل. انا بالنسبه لي المباراه ديال كاس عرش نخليهم دائما مساله مباراه واي واحد كيتمنى يفوز بها ولكن عاوتاني الحظ كيلعب دور مهم. ثم شباب محمديه اللي فاز على يوسفيه برشيد بربعه لواحد. هذاك الماتش منير محمديه قطعوا غارات في واحد الوقت وجيز رجعت برشيد بواحد الهدف ديال 2-1 ولكن كانوا جوج ديال ضربات ديال الجزاء ضربات الجزاء اغلاط ديال الدفاع ديال برشيد ثم كان هدف رابع. مباراه ملي كتشوفها منير ما كنشوف برشيد وكنشوف المحمديه هادو فروق اللي هما في مهددين ماشي الى اي حد. ملي كتشوف محمديه بديك الطريقه وبالاهداف كتقول عاوتاني اش وقع في كره القدم اللي وقع فيها نيت. نقدر نشوف مباراه قويه وما فيهاش اهداف وما فيهاش ريتم نقدر نحكم عليهم ولكن ملي كتشوفهم لاعبين بديك يعني بديك الطريقه وكاين اهداف كتقول هاد الفروق بجوج مساله ديال انا نقولها والله العظيم مساله انطلاقه ديال 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 هاد الفراقي وحتى كنحمل المسؤوليه للمسير حيت اللعاب كاين ولا تهليتي فيه غير لو ستريكت مينيموم انا كنظن مولي غادي يعطيك ويصوفي ولكن ملي كيبقى مسكين يتسال وكيبقى يتخبط في المشاكل ما عندك ما دير هادشي اللي واش ماشي حتى الاطار ديال مباراه كاس العشرة 90 دقيقه نقدروا ندوزوا نقدروا هذه حتى هي ماشي بحال داكشي النقاط ها هي برشيد دازت منير وراه فين كاين فين كاين هذيك الفرحه ديال راه التكاليف وفين كاين ما عندكش منير. انا بالنسبه لي تنامن بالعقليه الاحترافيه اللي كنهضر بها انا عندك مباريات ديال الشامبيونات تفوز فيهم احسن لك وتبقى في القسم الوطني الاول اما مباريات ديال كاس العشرة انا كنقول فيها مساله وقت كتقدر تدوز دابا وتطيح مع فرقه اخرى وتخسر وهي غادي. ثم في المباريات اللي تلعبوا نهار السبت تأهل الرجاء على حساب أولمبيك أسفي 2-0 هذا ماتش هضرت عليه ذاك النهار قلت لي واش يقدر يكون راه كان راه في الشوط الأول ماتش ديال البطولة راه كان في ماتش أول بطولة في لا بريمير ميطون ما كانوش دوزوكازيون بزاف بالنسبة للفريق الرجاء كانت مزيرة وكان أسفي يقدر يفاجئ فريق الرجاء البيضاوي بنفس الطريقة ديال عقلتي ديال ماتش البطولة ثم كتجي ضربة جزاء اللي كانت غادي تقدر تقضي على الأمل ديال فريق الرجاء لأن بضربة جزاء ما غنقولش لك الرجاء ما ترجعش ولكن غنقول بانه راه غيتعذب غيتعذبوا وغيكون عليهم الضغط غيكون عليهم ضغط كبير لان الجمهور كان حاضر راه مازال ذاك الجمهور ما كيكونش حاضر ما كيكونش ضغط ولكن الجمهور كان حاضر والناس كتشجع وكدير ضربه جزاء ضاعت بواحد الطريقه الضربه ديالها ما كانش في المستوى ديال اللعب ثم زنيتي اللي دائما انا كنرشحو دائما لانه كيلعب دور مهم في 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 في, في صفوف فريق الرجاء رغم الغلط اللي كان وقع عليه خرج واحد الخرجه اللي هي هو كيديرها نورمالمون كيلعب ديما هو فحال دومي سنتر في الراجه كيلعب هو الاخراني مورا المدافعين يمكن هذيك ما التايمينغ ديالها ما نقولوا هو اللي خلى الراجه في الماتش اها ماشي نقولوا خصك تقولها وانت متيقن زعما الا بغيتي تعطي المسؤوليه للعاب اللي ضربته لا لا نعطي المسؤوليه كان يقدر يمشي للزنيتي الجهه الاخرى وتقدر تقول هذا الكاردياكو عبقك وداها راه هو تبارك الله ديك الرزانه ديالو وكيفاش كيوقف راه عاوناته اذا هذيك ضربه الجزاء حولت الماتش خلات علينا نفرق الرجاء ماركي البرومي بيت وماركا ان دوزيام بيت وتاهل ف انا كنقول فريق الرجاء ماسفي انا كنقول بان لا المدرب ولا اللاعبين كانوا عارفين بان المباراه صعيبه شي ملي كتعاود معايا منير اصعب حاجه ملي كتلعب مع الفرقه من نهار الاول والثاني والثاني كتعاود معاها صافي ما كيبقاش داك لو ريتم هو احنا غنجيو لهاد المعاوده لان تعاودات عاوتاني فواحد الماتش اخر ندوزو غير عند نهضه الزمامره اللي تاهل على حساب شباب بنقرير بواحد الصفر صراحه ما شفنا هدف شوف من غير هذا الهدف ما كانش هناك محاولات انا بالنسبه لي الزمامره دار ليسونسيال ولا دار داكشي اللي خصو يدار الهدف ديال نهضه الزمامره دار هدف وما كاينش شي حاجه اخرى الفريق الاخر اللي هو شباب بنقرير ما كانش عنده حضور قوي داخل ولكن حتى الزمامره وقيل داك البرد اللي كان وداك يعني الجو ولا داك الطقس خلى على ان اللاعبين يكونوا شويه ما فهمتي ما كانش هناك واحد الدراري ما كانوش مطلوقين اكثر والزمامره كان عارف بانه لاعب مع واحد الفريق ديال الهوات
اللي يقدر يخلق لي مشكل. اذا كان كيفكر وقيله في النتيجه اكثر ما يفكر في حاجه اخرى وهي اللي نفعاته. لا فريق ديال دوزيام ديفيزيون ماشي دوزيام ديفيزيون قسم ديال الهوات شباب بن جرير. ثم الماتش ديال البارح فكرتيني قلتي لي قبيله المعاوده الوداد في لقاء اخر ثاني مع شباب السوالم في ملعب البشير بمحمدية مره اخرى شباب السوالم يفوز بهدف لصفر. هو الى شتي الماتش يمكن هذا الماتش احسن من الماتش الاخر بالنسبه للوداد. هذاك الماتش راه السوالم ماركا 3 بيوت وكان مسيطر. انا كيبان لي ان فريق الوداد البارح كان بامكانه يقدر يرجع في المباراه، ولكن ما رجعتش في الشوط الاول خصوصا قلب الهجوم اللي كنقول انا نيجيري اللي خصك تقول هو اللي خصو اللي يعطيك لا ديفيرونس. علاش جايبك انايا ماشي قلب هجوم؟ انا بان لي منير البارح ملي كنشوف انا داكشي اللي ضيع كثير ما رجعتيش في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. دابا المشكله ديال شباب الرياضي السالمي ما مشاش بزاف للبوطو، ولكن فيما كان كيمشي كان كيخلق مشكل كيكون خطر كيكون خطر. وحده مشى فاس مع بيوت ضربه في الدوزيام بوطو كانت غادي تماركا. اييه بقى عاوتاني فريق الوداد كيناضل حتى الهدف اللي جا خطا قادارين ديفيا على الحارس وطاحت عند اللاعب ديريكت عنده، وهادو اخطاء وقعت فيهم الوداد مرارا بزاف مرارا وتكرارا خصوصا ديال الدفاع. وثم كثرت يعني كيف كنقولوا حنا لاعبين اللي كل مره كتشوف. انا منير كنقول المشكل اللي هو دابا وقع في الوداد واش كيبان لك انت على ان مدرب جا مع واحد لادجوان ديالو ومشى هو وتخلي انت سميتو؟ شكون اللي كياخذ هاد القرارات؟ انا عندي جوج ديال السؤالات، شكون اللي كياخذ القرارات وشكون اللي كيعاون على هاد القرارات اللي ما كانش في الوداد؟ السؤال ستوندار الجوب ستوندار اللي عندي هو الناس اللي كيسيروا دابا. لا انا بغيت نعرف هادشي ما كانش حيت هادشي ما كانش. انا نقول لك انا الوداد ما عمرها كانت كتوحل في هاد القضيه ديال المدرب ولا ديال سميتو. كيفاش تاخذ قرار في واحد السيد اللي هو جامع واحد السيد اخر خدم معاه جابوه على اساس هو لادجوان ديالو وجيتي ودرتي ما فهمتش انا شنو؟ راه جابوه على اساس غير ادجوان راه ماشي ايه ولكن منير رضوان الفالحي راه ايه ولكن جو سي ولكن ها انت دابا ساكت وعاطيه كيدوز الماتش ما كاينش مشكل ساكتين وتلي عاون تي كيعاون على السكوت شكون؟ راه ما فهمتش انا راه شي حاجه وقعت تما وما خويا فخر الدين انا نجاوبك هنا كنت نقدر نقول لك راه ما عرفتش شكون اللي كياخذ القرار في الفتره ديال الفراغ تسيري مثلا مازال ما اتضحتش الرؤيه مي من بعد ملي الناس صافي اوفيسيالمون تم انتخاب اللي غيسير والناس عارفين كل واحد ما له وما عليه كنظن هادو هما اصحاب القرار دابا ما كاينش شي حاجه بهزيمه الوداد امام شباب السوالم خروج الوداد من منافسه رياضيه اخرى هذا الموسم واللي هي منافسات كاس العرش في انتظار طبيعه الحال اجراء اخر مباراه مؤجله ديال هذا الدور بين نهضه بركان والجيش الملكي و غتلعب في ملعب البلدي البركان قلما ما غاديش نقول انا التكهن شكون غير هو صعيبه المباراه صعيبه ويلا بركان حتى هو يلا نهزم مع الجيش الملك حتى هي فيها المعوده حتى هي فيها المعوده غير واش غتكون فيها المعوده على مستوى النتيجه ولا غتكون شي حاجه اخرى. نعطيو البرنامج ديال المباريات ديال دور الثمون لانه تم الاعلان على البرنامج فخر الدين. البدايه بعد غدا مع العشرة الليل المولود ديال وجديه والراك في نفس التوقيت امل تيزنيت اولمبيك تشيره هذا الديربي ديال امل تيزنيت عاوتاني راه كهزوهم من التيران قالوا لهم غتستقبلوا في ملعب يطابق داكشي المواصفات وهذا ولعبوا في ملعب ادرار والمباراه ما تنقلاتش. علاش انا غتهزوني من التيران ديالي الا كان الماتش ما منقولش؟ انتوما كتقولوا لي لا غوترونسميسيون تيليفيزيوال خلوني نلعب في تيزنيت نستقبل في تيزنيت بلي الماتش ما منقولش. ها هو ثاني ديربي اخر غيتلعب في ملعب ادرار والله اعلم هل سيشمله النقل التلفزيوني او لا. نهار الخميس شباب فتح البيضاء او فتح سباته مع الماس ما متكلمناش على الماتش اللي ربحوا فيه هما ياب لا تكلمنا عليه في وسط السيمانه اللي ربحوا فيه بجوج ما تكلمنا عليه تكلمنا عليه اه نهار الجمعه حيت كانوا المباريات كيتلعبوا وسط السيمانه سي لعبوا مجلس الجمعه ولا السبت لا لعبوا شكون فتح سباته اه لا لعبوا الخميس هما لا ماشي فتح سباته تيزنيت عمل تيزنيت اللي لعبوا مع وداد فاس فتح سباته لا ماشي فتح سباته شباب فتح البيضاء ولا لعبوا الاربعاء اه داكور اه الاربعاء لعبوا الاربعاء مع الوداد داروا ماتش زوين تاعهم دابا غيستقبلوا في بيرجيكو الماس لعبوا في بيرجيكو نيتوما
دابا بالله عليك تصور معايا يلعبوا مع الوداد فاس بيرجيكو ويلعبوا عاوتاني مع الماس بيرجيكو وتصور معايا يكون كان هذا الماتش في تيران بو محمد في سباته ايوا ما كاين مشكل والله العظيم الله يرحم الوالدين الا ما فكروا في هذه القضيه هذه راه حتى داك الناس ديال داك الحي ديال داك الدرب غيبغيو يستقبلوا الماس بالتاريخ ديالها هادشي اللي كاين حسنية اكادير الاتحاد الاسلامي الوجدي نهار الخميس نهار الجمعه كاين اولمبيك خريبكا مع اتحاد توارقه ثم نهار الحد كاين المغرب التطواني شباب السوالم وشباب المحمديه الرجاء هذه هي المباريات ديال دور الثمون في انتظار المتاهل من نهضه بركان الجيش الملكي باش يلعب مع الزمامره باش يلعب مع فريق نهضه الزمامره تحيه للاصدقاء ديالنا نذكركم مره اخرى مرحبا بكم بديت من هذه اللحظه 0522 36 20 91 كاين معنا متصل سي المهدي رشيد سي رشيد اهلا وسهلا رشيد من كازا مرحبا رشيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا الاخ منير اهلا الاخ رشيد كيداير اخويا صافا الله سيدي لا الحمد لله رمضان مبارك الله يحفظك وشرك مبروك علينا وعليك اخويا الله يحفظك تحيه للفخر الدين الله يبارك فيك خويا كيداير فريق مع رمضان امور بخير فيك الحمد لله الحمد لله اخويا الحمد لله انا بغيت ندخل معكم اليوم على هذا الشيء اللي واقع في الواك ما نكذبش عليك بكل صراحه من البارح ماشي من البارح هذه الايام كامله من اللي وقعت الواقعه وحنا كنعيشوا في واحد ما بغيتش نقول ازمه ولكن كتحس براسك ماشي 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 داكشي ما عاجبناش ولكن انت رشيد بلاتي اسمح لي ماشي غندخل في الراي ديالك علاش ما بغيتيش تقول ازمه راه ازمه شوف أو انا نقول لك واحد الازمه ازمه ديال الرجال اللي كان انا بعدا قلتها ازمه ما عرفتش شوف ازمه احنا كنعانيو من ازمه رجال ماشي ازمه نتائج شي ازمه من غدا تكون نتائج حنا الوداد فيها الفراغ عشنا الفراغ ودابا كنعيشوا الفراغ وحنا كنعانيو بهذا الشيء بهذه التراكمات اللي كانت سنوات وحنا كنا كندويو في الوقيته اللي انا بعدا شخصيا راه كنت كندويو في الوقيته وغاسي فخر الدين كاين وعارف وحاضر لكل شيء وكان كيشوف راه ديك الساعه ملي كنتي كدوي راه كنتي مشوش كنت مشوش حاربت وكاينين النتائج وكاين النتائج المهم ما عليناش ما غنرجعش لذاك الشيء انا دابا كنقول الوداد حاليا هذاك الشيء اللي كنشوفوا راه حشومه وعيب وعار راه داك الشيء اللي كنشوفوا ما عمرنا كنا كنتوقعوه بين ليله ونهار الواك ترجع لهذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا والناس مع كامل الاسف عاجبه الحال والناس كتمشي لواحد ماشي كلشي كنقول واحد الفئه انهم بغاو يرجعوا لينا بانه انجاز فكينا المنع انتدابات والناس عباد الله والناس اللي قرابه من المحيط راه كتعرف بان الوداد راه خصها وقلنا هادشي في الوقت ديال انا شخصيا قلتها في التوقف ديال البطوله فاش كانت كاس افريقيا في ديك 45 يوم وعباد الله نوضوا وجدوا ما تضيعوش الوقت احنا دابا في ظرف وجيز خرجنا من جميع المسابقات فبقينا لاعبين على والو والغريب في الامر هو الاسم ديال الوداد كيفاش ما عرفش كيفاش ما نكذبش عليك حتى الكلمات باش نعبر ما حيت هادشي بحال كيجيني في الشكل بين ليله ونهار ما عرفتش انا ولات الناس باغيه تاخذ قرارات الناس ما عندهاش شخصيه باش تسير فريق من حجم الوداد مع كامل احتراماتي ليهم ناس بينوا بانهم ضعاف لانه باش تقول لي داكشي اللي واقع في ليسبوار داكشي اللي واقع في المدرسه داكشي اللي واقع في ليكيب الناس كتدعيهم باش يجيو ما كيجيوش لعابه كيطفيو التليفونات وشنو دابا شنو بغيتي تسنى وكتقول لي 4 سنين انت في ظرف 3 شهور ما كاملاش 3 شهور بان بانه والناس ما عرفتش انا شنو كيتسناو انا كنقول من هذا المنبر الله يرحم بها الوالدين الناس ديال الوداد الناس اللي كتضربهم اللي عندهم غير على الفرقه واللي كتضربوا النفس على هذه الفرقه ينوضوا يتحركوا دابا غيتحل باب الانخراط خاص الناس تنوض تنخرط هذا رشيد هذا باب الانخراط اللي تحل دابا واش حاجه مزيانه بالنسبه لك انت حاجه ايجابيه سلبيه الناس يلاه داروا جمعه دابا فتحوا باب الانخراط حاجه ايجابيه علاش اولا هذه فرصه باش الكفاءات الوداديه اللي كانت سنوات احنا كنناضلوا باش يتفتح باب الانخراط هذه الفرصه باش اللي عنده الامكانيات واللي في المستوى ماشي كل من هب ودب يجي يقول لي انا غنخرط الناس اللي غتعطي الاضافه واللي غتخدم ماشي انا نخرط باش نخرط ولا يخلص عليا واحد ونجي نخرط لا انا ضد هذا الشيء ناس يكون الانخراط بالشروط ديالو والناس اللي غتعطي الاضافه لان الوداد كتعيش الفراغ صاحبي
الوداد كتعيش فراغ صاحبي، راه حشومه هادشي اللي وقع في الوداد. الوداد ما كانش بحال هكا، الناس يسيروا الوداد راه عارفين معرض التاريخ كيفاش كانوا كيفاش. راه حشومه نشوفوا حنا مدرب مشى صاحبي وجايبين مساعد مخليينه وجايبين مساعد المدرب، واش مساعد المدرب في الوداد صاحبي شناهو يفرق الجيليات؟ واش شناهو الناس خاصها تجيب مدربين صاحبي؟ راه كنشوفوا هادشي راه ما عادش ما يدارش 2024 صاحبي. الوداد راه ما كانتش كتوحى على صاحبي، الوداد راه ما كانتش كتوقف، الوداد راه كنت كدور ديما تيران ديال الوداد عامر، راه الاسماء عارفين التاريخ راه كلشي. الا مازال كتذكر رشيد راه شحال من راه جبتها مع فخر الدين، واخا واحد العباره كانت واحد العباره اللي فقدناها في هاد السنوات الاخرى لا في الوداد لا في الرجاء لا في مجموعه ديال الفرق، كان كيتقال على مجموعه ديال الناس رويدا سكور شحال هادي في السنوات الاخرى افتقدنا ما يسمى بهاد رويدا سكور، دوك داك اللي كيكون ديما حاضر تيلا الوداد وديما قريب ليكيب بريمير. شوف انا شوف هاد القضيه هادي، هاد الناس كاينين الناس خدامين على هاد الشيء كيحاربوا الناس اللي عندها النفس اللي عندها الغيره على الفرقه واللي غتعطي الاضافه لديك الفرقه، وخدامين سنوات وهما وصلوا لداك الشيء. فدابا راه حشومه عيب وعار تقول لي تيران ديال الوداد صاحبي. لا تخيل دابا تخيل والاسبار ديال الوداد ما فيهاش لاعيبه صاحبي تقدر تطلعوا الفرقه صاحبي، عمرها ما كانت صاحبي. سمعت واحد التصريح الهيسبريس، تصريح شويه خطير ديال عبد اللطيف نصير، قال لك سمعته قال لك ما عرفتش لعبه الاسبار، كاين شي لعبه اللي ما عرفتهمش فاش جاوا الاسبار. دابش نصير اخويا شوف داكشي واقع، غيقولوا اي واحد قريب غير كاين داكشي، كاين اكثر من داكشي، وما خفيك انا اعظم. هادشي راه واقع صاحبي، لان داكشي الدليل ها هو كتشوفوا حتى واحد من المدرسه ما كاينش صاحبي. او واش دابا بيني وبينك دابا واش داكشي اللي كتشوفوا هادشي اللي كنشوفوا دابا في الكره واش هذاك مستوى هذاك؟ واش الوداد كانت بحال هكا؟ لا يلا لينا في طريق غدا بغيتي تغيير، لينا في طريق غدا بغيتي تحيد اخويا مثلا. دابا حنا ما لاعبين على والو ياك. انا اخويا غدا بغيت نطلع واحد سته اللعابه فينا هما يلا واش هذا شنو هادشي؟ وقتلوا كل شيء. ليكيب اسبوار راه ضربت ليله راه يبان لك وقتلت وكل شيء الفراغ. قلت لك الفراغ على علاش؟ قلت لك ازمه رجال. علاش انا قلت لك خصنا نوضوا ما نضيعوش الوقت؟ علاش بان كيقول لي ترسل 16 7 لا حنا نتسناو؟ علاش غنتسنى؟ علاش انا ما لعب على والو؟ نوض ندير فرقه نوجد، نجيب مدرب كبير، نجيب مدربين، نجيب ماشي نجيب مساعد، نجيب مدربين اصاحبي. هذا مدرب مرض غدا عنده شي حاجه، عنده يبقى مدرب اخر يكون سطاف عندي يا صاحبي بحال اللي كيدار في فرق كبار. واش نبقى نرقع؟ حق انت لعبتي معنا العام اللي فات، اجي خذ هاكا لي سبور هاكا خذ هادي. هادشي ماشي ما خص العاطفه في هادشي اخويا. الوداد هادي كفاءه راه عيب وعار صاحبي، بنادم تكون عنده كفاءه وغيعطيني الاضافه وغنتاكد منه غنعرفو كاين، عارف انا شنو كاين تما. هادشي شناه وشفناه، ماشي دابا ولا كل راه ما بغيتش ندخل نبدا نقول شي حوايج. المهم غير حتى واحد ما بغيتش نكون داوي مع على حتى شي واحد، ولكن هادشي راه كيألم اصاحبي. راه الناس خاصها تنوض تحرك اصاحبي، الجمهور ديال الوداد نوضوا تحركوا، ما بقاش بنادم ساكت اصاحبي، نوض بنادم يتحرك ينوض يدير شي حاجه. القضيه اللي كتقول الجمهور نوضوا تحركوا، واش غيتحرك الجمهور؟ شنو غيدير الجمهور؟ الجمهور اصاحبي وشوف نقول لك واحد الحاجه، شي جمهور شي في ذيك الوقت، ذيك الوقت ما كاين مواقع تواصل ما كاين والو. وواحد الحاجه انا نجبتي معايا هذا الموضوع باش ما نطولش بسرعه، هذيك كنت اقترحتها وكتبتها في الفيسبوك وغنعاود ناكدها. هذيك الحصه ديال نهار الثلاث اللي كنت كيحضر ليها الجمهور خاصها تعاود ترجع. شحال حضرنا ليها وي حيت مهمه هذيك يبغي. كنت كتدخل 10000، كنت كتدخل كان يوري هو فخر الدين حاضر كان يوري كيهز. انا حضرت الحصه ديال الثلاث ماشي مره ماشي جوج، حنا حضرنا لهذاك الشيء ومؤخرا في الجيل ديال درجه رشيد كتكون في التيران كاع، والجمهور اللي كيغضب كيقول لك بلاتي حتى نهار الثلاث. وكتكون اللعاب حاس كاين الجمهور. دابا صاحبي لاعبين كلشي مسدود صاحبي، لعاب ولا اللعاب كيحس براسو اكبر من الفرقه اكبر من المسؤول. اسمح لي يا صاحبي راه هادشي خاص الجمهور كان كيدير الضغط، الجمهور كان كيدير اتصالات كيضغط. دابا الجمهور انا ما فهمتش، كلشي ولا كلشي راجع للور وما فهمش شبعوا. وانا كتبتها وقلت هذاك النهار واش الناس شبعات واش الناس ما، لان داكشي ما هادشي اللي كاين في الوداد حاليا اللي ما ضرباتوش النفس وناض باي حاجه من الموقع ديالك انت دير شي حاجه، ما تبقاش ساكت. كيبقى ان ما حدث كيبقى هادشي اللي وقع راه ما ساهلش، وماشي ساهل غتجي تبدل العقليه ديال 10 سنين. انا والله ما كنبغي ندوي، علاش؟ حيت كاين سي فخر الدين فيه كفايه، وداكشي اللي كنبغي نقول كيقول له سنوات هذه وكيعاود، ما كنبغيش نشارك. وبعدت اصلا على المنابر الاعلام ما بقيتش كندوز فيهم، الناس راه عارفيني. ولكن كنقول واحد الحاجه، كنقول ولكن راه هادشي راه ما هادشي راه ماشي انا كندوي على النتيجه ديال البارح، ماشي مشكل نتيجه، انا ما كندويش على النتيجه. انا كنشوف الوداد غادي للحيط بهذه العباره هذه،
الناس اللي واخدين بزمام الأمور ما بينوش لي بأن قادرين خص شي حاجة، خص الجديد، خص التجديد، خص التحرك، خص من دابا تبدا. اسمح لي نسولك الدور ديال من دابا هادشي الناس الجديدة وداكشي الدور ديال من المنخرطين أخويا المنخرطين شوف الانخراط علاش أنا قلت بها الانخراط صافي صافي الله يرحم والديك هادشي اللي المنخرطين خصهم دابا هادي شوف أمام التاريخ دابا خص الوداد ترجع للطريق كل الآليات القانونية راه عندهم يديروا ما بغاو يعني باش هما المنخرطين هما دابا اللي خصهم يتحملوا المسؤولية والناس اللي في عندها أنا كنعاود نوجه أي ودادي اللي عنده الإمكانيات باش ينخرط وعنده كفاءة يعني غيعاون وعنده عنده شي حوايج كيشوف يجي يمشي للتيران ديال بن جلون راه غيلقى الناس غيعاونوه باش ينخرط لان داكشي اللي كان قبل ديال القمع وديال العراق داكشي ما بقاش دابا كاينين الناس دابا الباب تحل دابا تحل الباب وغدا ولا غيكون شي كومينيكي ان شاء الله غيتشرح فيه كل شيء باش الناس تنخرط حنا بغينا الناس الوداديين ينخرطوا لان قد ما كان عندنا منخرطين دابا الجمهور العادي ما عنده ما يدير ها انت كدوي كتغوت كتكتب كدير ولكن ما عندكش الصفه القانونيه اي المنخرط قانونيا هو ديك القوه الاقتراحيه اللي عنده الداخل وكيقدر يمارس الصلاحيات اللي عنده وبغينا نشوفوا ان شاء الله الوقت من دابا تبدا الخدمه على جميع الاصعده المدرسه على ديك التيران يا عمر كيف ما كان خص الناس تجي جديده خص شوف الناس تهبط للارض صاحبي وعندي مشكل معاك ماشي مشكل وهبط صاحبي هبط للارض وصغر راسك وسمع ليا وتناقش معايا وكاين الاختلاف عادي جدا صاحبي ونتناقشوا ولكن المصلحه ديال الوداد عندي معاك مشكل نوض انا على قبل الوداد نوض ندير شي حوايج صاحبي سمحت حقي نسمح باي حاجه على قبل الفرقه الفرقه عطاتنا صاحبي الفرقه راه فرحاتنا الفرقه دارت بزاف ديال الحوايج راه ما يمكنش بين ليله ونهار صافي ما صافي بحال اسمح لي هادشي انا ما كنتش كنتسناش ما نكذبش عليك نعم شكرا لك رشيد تحياتي اسمحوا لي تحياتي العفو انا خليت لك المساحه ما بغيتش نقاطعك شكرا رشيد شكرا. وهذا لسان حال اي واحد منتمي للفريق ديالو اللي كتجي كتكون شي ازمه كيف كنقولوا حنا نيت ولا كتكون بحال هكا كنعطيو ديما كي قلت انت واحد المساحه لشي واحد اللي باش يعبر وغنقول واحد الحاجه عاوتاني في خردين نهار دينا برنامج البطوله ربما احنا ملي كنتكلموا بكل صراحه زعما كنتكلموا كاين ازمات وقع في فرق يمكن اللي كيوصلنا احنا بزاف هنا في الدار البيضاء وما يحدث في الرجاء ما يحدث في الوداد ولي كيوصل بزاف واللي قريب سهل ما نقدرش نعرف مثلا المولوديه اش فيها ولا الماس هما فيها ازمات ما كيوصلناش داك الشيء وتا الازمه كدوز يعني في نطاق ضيق عندهم ما عندهمش ديك مثلا داك القاعده المنخرطين المحبين ولا ريزو سوسيو شكون اللي حاضر فيه فنفس واحد الدعوه اللي كنت قلتها فاش كنا كنهضروا على ازمه الرجاء غنعاود نقولها ثاني على ازمه الوداد سامح الله من كان يزوق سامحه الله داك اللي كتكون الصوره كيقول خرج يقول لك كل شيء بخير كل شيء سامحه الله لا في هذه الجهه ولا في هذه الجهه طاهري قال لي سيمون شنو بان لكم تلميح عموته على التصريح اللي قال خاصنا شي كاس افريقيا لخزينه بلاتي الخزينه وتصريح بعد اخفاق الكوت ديفوار واش يمكن بعد هاد جوج مباريات ديال المنتخب وكذلك رونار بدات الحرب الجاريه طاهري هادشي ديال الحرب انا ما عرفتش انا كنقرا هادي وكنقرا هادي ولكن ما بانش ليا شي حرب الا كان انا كعموته كنهضر مبدا ديال اونسيان جوور هنايا ودربت هنا وداكشي تعطيني على هذا نقول لك حنا محتاجين نفس الهضره الا قلت صافا دابا باغي نجي ندرب انا وندينا لا كوب دافريك دابا لك تاع خردي زعما هادشي اللي بغيت نقول لك انا خير الكلام ما قل ودل المنظومه الكرويه من ساسها لراسها فاشله استراتيجيه داك العكر والزواق وداك الشيء الجوهر والاساس مدمر لا منتخب لا أندية استراتيجية ناجحة ولن تنجح والمسؤول الأول معروف ماشي بهذه القساوة هذه لكل ذي حق حقه نقدر نقول لك كاين شي أوراش صغير الناس غير يشرحوها راه نفترضوا سيدي حسنية الناس بغاو يخلطوا بغاو يديروا غير نعرفوا غير شنو واقع بحال مثلا إن شاء الله في حلقة مقبلة غدا ولا بعده كاين واحد الكيد شارج مفروض على الأندية الوطنية المشاركة في الفئات الصغرى كيد شارج كل راس شروط الانديه اللي غتشارك العام الجاي وتغيير نظام المنافسات فيه شي حوايج زوينين فيه شي حوايج
تناقش. فاحنا غادي نجيو نتكلموا عليه ان شاء الله بكل صراحه وبكل شفافيه وبكل موضوعيه. ناخذوا فاصل خويا هشام كنت غنقول المهدي عاوتاني فاصل مع هشام ثم نعود لمواصله الحديث. مرحبا بكم عند روفاريا ديكو، وجهتكم المفضلة للأثاث المنزلي الراقي، تجربة وخبرة كبيرة من 1980. روفاريا ديكو معروفة بأثاث عالي الجودة اللي كيوفر الراحة والإحساس بالمتعة. صالونات، غرف النوم وديكورات منزلية، روفاريا ديكو الفخامة والضخامة لينا كاملين. زورونا في محلات روفاريا ديكو واستفدوا من العروض الاستثنائية على جميع منتوجاتنا طيلة الشهر الفضيل. محلات روفاريا ديكو مفتوحة حتى بعد الإفطار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بروفاريا ديكو 0522 89 68 00. أعيد الرقم 0522 89 68 00. روفاريا ديكو الفخامة والضخامة لينا كاملين. مالك صاحبي على هاد المرجة كلها؟ قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء. واه انت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا؟ تبدل هاد الراكور يطردق الاخر، والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما. اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره، الا بغيتي المليح والصح د الاكسسوار د السقا عليك بمنتوجات اير اش عند كازا دريب. اير اش عند كازا دريب؟ ايه اير اش عند كازا دريب، المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه، وكاع الدوزان والاكسسوارات د السقا لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله يعمرها سلعه. ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مده طويله. ار اش كازا دريب تصلوا بنا على 0522 248 600. Devenez propriétaire à Arizona Park au cœur du quartier Victoria à Bouskoura, à 10 minutes de Casablanca et à proximité de l'aéroport Mohamed V, proche d'établissements publics, écoles, centres commerciaux et de toutes les commodités du quotidien. Découvrez dans un cadre tranquille, verdoyant et sécurisé nos appartements à l'architecture moderne et épurée, lumineux, équipés de 2 ou 3 chambres avec salon et 2 salles de bain à partir de 800 000 dirhams. En plus, bénéficiez d'un parking privé accessible par ascenseur et d'un jardin intérieur aménagé. Pour en savoir plus et réserver votre appartement d'exception à prix promotionnel, appelez le 0802 000 010 0802 30 010. Livraison immédiate. Le Botola, من 9:30 ل11 الليل مع المدير فخر الدين وإيمان على شادي FM. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادا FM. تحية لكم الأصدقاء المتتبعين. ذكركم مرة أخرى برقم الهاتف للتواصل 0522 36 20 91. ولد شاوية في الدنمارك يقول لك أستاذ منير، ما مصير الوداديين اللي في الخارج؟ واش ماشي من حقهم ينخرطوا؟ مثلا الدنمارك كاين وداديين باغيين ينخرطوا، شحال اللعابات؟ لماذا السياسة تاع الإقصاء التي تطال الوداديين المهجر؟ هل ما تسبقش العيب شحال اللعابات وداك الشيء؟ لا، خلي الناس يلاه تفتح دابا الباب، ضروري الناس غادي يلقاو شي حل ما بين التعامل مع الناس اللي هنايا والتعامل عاوتاني مع الناس اللي في الخارج، لانه الانخراط يعني حق للجميع، ما كاينش مشكل. سيمونير، اين هم اناجم عملود حتيمي ابو الفتح الشتي الهوني؟ الا كل شيء مصاب راه مشكل، ولا رفضوا يلعبوا وتمردوا على الفريق فهذه كارثه. العلم لله، والله ما عرفت بحالي بحالك، انا كنتفرج في الماتش. ما كندا عند السي سعيد، نمشيو لكندا عند السي سعيد. مرحبا السي سعيد. السلام عليكم سي منير. اهلا وسهلا السي سعيد، مرحبا. كيداير اشي ديك؟ الله يحفظك بارك الله فيك، علينا وعليك. الله يبارك فيك، تقبل الله منا ومنك. نعم السي سعيد، كيداير؟ لاباس عليك؟ كيداير اشي ديك؟ داير مع الصحاب؟ بخير الله يلاه الحمد لله، علينا وعليك خويا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، بارك الله فيك اشي ديك. بغيت نناقش معكم واحد جوج سيادنا. مرحبا. الموضوع الاول على الوداد، بغيت نسول الشيء فخر الدين، واش هذه الازمه اللي تلها الوداد دابا، واش كان ديجا عندها هذه الازمه قبل ووقعوا في هذه المشاكل هذو قبل في السنوات الاخيره؟ لا انا اللي حضرت فيها كانوا مشاكل، ولكن كتكون قضيه نتائج لا اقل ولا اكثر. تصلح قلت ازمات الوداد، ولكن ازمات كتكون، شوف كتكون ازمات كتكون ما نتائج، ما كتقدرش تفوز بواحد اللقب، كيكون عندك شي كلاسمون ماشي هو هذاك، ولكن ما كتوصلش بك الدرجه على ان بحال هادشي اللي واقع دابا. ايه واقع، تشوف اللعبه شي فخر دابا المشكله المقابلات ديال اللاعبين اللي كاينين، تقول فراسك واش هادو ما عمرهم ما لعبوا الكره؟ ودا شي فخر
ودابا راه المشكله اللي مطروحه دابا هاد اللعابه جاوا في واحد الظروف وتختاروا في واحد الظروف وتامن بهم في واحد الظروف واليوم هما كيلعبوا دابا تحت واحد مظله ديال عدد كبير من المدربين. كل مره كيجي واحد مدرب بواحد الشيما تاكتيك ديالو وبواحد الشخصيه ديالو كل واحد فهمتيني راه حتى لعب تو راه تو كيعرف وتيحس كل مره كتبدل ليا واحد كدير ليا اونترينور ما انا ما التشكيله ما مستقراش كل مره كيبان لك واحد 11 في شكل كل مره كيبان لك عكس الفريق اللي كان هذه واحد السنه غير هذه السنه الفريق راه كان تبارك الله كيلعب على كاس افريقيا وكيلعب شوف السي سعيد شي النتائج انا ما كتخلعنيش نتائج ما كتخلعنيش انا نتائج سلبيه ايجابيه البقاء في كاس العرش البقاء في كاس افريقيا المنافسه على البطوله هذه كلها اشياء كنعتبرها انايا داخله في الكره الكره يعني انا اللي كيخلعني سي سعيد هو الشق الاخر الاداري هو اللي كيخلعني اش كاين في الاداره واش كاين اش كاين في المركب انا ديما تنقولها هو اللي كيخلعني ما التجاره غدا الرباح بعد غدا ما الرباحش نخسر ولكن انا واقف دابا هذيك الباير دابا اللي كتعيش اش كيقولوا الباير دابا الباير ديجا المدرب تعلن على انه ما غيكملش وديجا الباير ميونيك هي في تشامبيونز ليغ ومع ذلك تيقول لك البايرن الحاله الصحيه ديالها هاد السنه هذه ماشي هي هذيك وخاص ولكن من خلال هاد الهضره كلها اللي كتسمع السي سعيد كاينه واحد الاداره مستقره كاين واحد المكتب نعم فهمتي اش بنقول لك كاينه مؤسسه قائمه الذات ملي كتقول بايرن ميونخ ما غاديش ما يمكنش الا مشيت انا وياك غدا وبغينا نديرو شي زياره انا وياك ومونير ولا حتى الناس اللي كيستعملونا راه غادي نتفاجئوا الا شفنا داكشي اللي كاين تما فهمت حيت النتائج السي سعيد هي هنا ما هي با بروبليم نتائج ما كاينش مشكل ماشي هو المشكل عطيني هو الاداره اش كاين في الاداره يرضي عليك دابا هاد السي رشيد اللي عيط لينا واللي هو واحد عدد كبير ديال سميتو انت دابا كتشوف تا او نيفو دابا ديال لي جون واللي ما عرفت انا واش هاد الناس واش عارفين هادشي ولا ما عارفينوش ولا كيبلعاني كي ما عرفت لا ولا بالك تيقتلوا في هذيك الفرقه وبغاو يقتلوا لها العروق ديالها انا واقيلا كيبان ليا كاين شي حاجه الجذور ديالها لا عرفتي علاش لان هو تيران الوداد شوف هاد السيد اللي جالس معايا راه حضر ليه راه تيران الوداد كان 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 عامر بالدراري وعامر بالمؤطرين وبواحد النشاط وبواحد الحيويه والدراري تبارك الله دابا راه كاينين مشاكل تما خطيره جدا فهمت كيفاش فقر الدين ولكن بغيت انا منين كنت نتبع الوداد انا راه عندي انا 55 سنه وكنت انا ولد بني ملال وكنت كنجي والله العظيم كنت كنجي من بني ملال بخصيص نجي للضريبه باش نتفرج الديربي مع الكونتر الرجاء ما عمري ما شفتش في هاد المشاكل اللي وقعت فيها الوداد اللي لحد الان ايوا دابا بصراحه بشهادتي تي تي بيان سور بيان سور بيان سور فارق كبير الوداد نخصو يدخل في هذا خصو يصلح الوضع ديالو في وانت كتاخذ قرارات دابا وانت سمعتي دابا راه حتى القرارات اللي كتخاد راه هادشي راه خطير اصاحبي خطير صحيح كتاخذ قرارات ما فهمتش انايا شكون اللي كيدير هادشي واش فرقه قداش وقديد داش وكتخلي لها انت واحد لا جوان كان هنايا وزيد وما يزيد ما بغيناش كما قال السي رشيد ما بقاوش نجرحوا في عباد الله راه كاين شي حويجات مديورين دابا تما ولكن خص تعرف واحد القضيه راه حتى الناس اللي كيديروا هذا الشيء اللي غارضين في نفس يعقوب كتعرف بانهم يحاربون الرجال عرفت هذه القضيه الراجل كيتحارب الحرب ماشي من اجل الحرب حيت باش المستمعين ماشي الحرب راه هز شي واحد هز عليك الحرب هو كنسد عليك البيبان الراي ديالك ما كان ما كيسمعوا لكش الراي ديالك اسمعوش الراي ديالك الا قربتي انت مشويش الا بعدتيها وما فينا هما عاوتاني المهم كتبقى ديك
داك المد دول الجزر مع الاسف. تحياتي سي سعيد. بارك الله عليك خويا. وبارك الله فيك. بارك الله فيك. شوف اتصنت سي سعيد هذيك فرقتنا. نعم سيدي هذيك فرقتنا وتاريخنا. شوف وتاريخنا والله ما يحيدوا شي واحد. اه ما كاينش مع مرمى يحيد التاريخ ملي كيبقى يتذكر. التاريخ راه هو اللي كيتذكر ما كتذكرش حاجه اخرى كما قال مولير. والله يصوبك داك الشيء. تقدر دوز. شوف تقدر الوقت تجيبك تزلق وتدوز ويعاونك شي واحد من هنا ويخربق عليك شي واحد، ولكن والله العظيم التاريخ كيعترف بالرجال ديالو ما كيعترفش من والو. صافي هادشي اللي كاين. تحياتي لك سعيد. شكرا. التاريخ ما كيتمحاش. لا ابدا التاريخ كيبقى. كيقولها مونير ديما التاريخ كيبقى تاريخ. تحياتي لولد الشاويه في الدنمارك. شرفنا بالاسم ديالك ولد الشاويه. كان من الاجدر تسهيل عمليه الانخراط عبر وضع استماره في الانترنت، خاصه اننا في زمن الرقمنه. هل هذا هو النموذج الريادي الجديد الذي وضع كشعار للمرحله القادمه؟ وها صبرا. شوف ديجا بعدا واحد الحاجه زوينه راه تفتح باب الانخراط راه كمسدود صح. كمسدود كمسدود ديجا دابا ملي تفتح العرب بعدا غير يدخلوا الناس. وكيف قال تحيه لي رشيد قبيله المستمع ديالنا، دابا ما بقاش داك المبرر ديال وفينا هما الفعاليات فخر الدين والمنخرطين راه مسدود عليهم راه ما كاينش. لا دابا الامور توضعات بين يديكم، عندكم كاع الصلاحيات القانونيه انكم وراه صدروا واحد البلاغ وجهوا فيه ثلاثه ديال الرسائل للرئيس، ومن بين ابرز الرسائل ما مفاده انك الى نهايه الموسم لا جيستيون الى غير ذلك دون الدخول في التفاصيل على امل بدايه مرحله جديده. ونتمنى ديك مرحلة جديدة يكونوا فيها عاوتاني داك النقاش ديال المشاريع ماشي الأشخاص، نقاش المشاريع. كنهضروا على شي حاجة كبيرة راه. مشوا عند سي محمد لاكادير. سي محمد قبل العبداتي راه جاوبك على هذوك ديال اللوغو اللي كيبوسوا اللوغو، قال لك دابا فاش تماركي خاصك طلع تبوس اليدين ديال الرئيس باش تخلص ماشي اللوغو. ثم من يزوق راه قريته انت لا سي الله يربك دخلني شي حاجه ما قادين على صداع مع شي واحد. شكون شو عند سي محمد؟ سي محمد لاكادير. سي محمد من اكادير. مرحبا سي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد. اهلا وسهلا. ومبارك واش لكم بخير. علينا وعليك. علينا وعليك. ومبروك وهذا الخير. ومبروك وهذا الخير اللي عطانا الله. والحمد لله اللهم لك الحمد. واخويا هذا الخير كاع حسني كاع من الماتشات وحسني كل شيء فرح له. الفلاح دابا اللي فرحان مسكين والناس اللي ناشفة عندهم القضية. وحنا اللي ترى الفلاح كيفرحنا وهذا الله حمد الله وشكرنا رحمنا الله تبارك وتعالى والله الا فرحنا. والحمد لله الحمد لله. وتبارك الله شيخ فرد زين لاباس عليه. الله يبارك فيك اخويا بارك الله فيك. فين مشات ايمان؟ فين مشات ايمان؟ ما جات؟ لا ما كتكونش يد اثنين. ما كتكونش نهار اثنين. اي سيدي كلشي بخير. الله يبارك فيك. تفضل السي محمد. تنقول الشيخ فرد زين قال لك واحد الهضره شوف التسعير وترجع للمقول قال لك التاريخ ما كان لي حيد التاريخ دابا حتى هذاك الشيء ديال قطر راه التاريخ ما عمرو يتحيد. واخا اللي بغى يترى واخا المنتخب يطيح ولكن التاريخ الا بقى زعما الوداد حي راه هذا التاريخ الوداد راه هذا التاريخ ما عندنا ما نقول. دابا تقد عاوتاني المسائل بحال دابا شي واحد كان كيبيع وشري وقع عليه لازمه في البيع والشري وطب ولا بزع عاوتاني ولا عاوتاني طلع. ها هو هذا الشيء اللي كاين بحال الكره بحال المسائل. هي الحياه هي غادي هكا. هذا الشيء اللي كاين انت الشيخ فردي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. شكرا لك. الله يحفظك السي محمد. شكرا. حمزه البشاري حنا راه خلاها الاستاذ الفريخ كنعيشوا في التكوين كنكونوا في بلاصتنا. والتمني نهار نشوفوا هذه الكلمات يتحيدوا في المجال الكروي غنكونوا بخير. والله الا بصح الى ريزون ماشي نحيدوهم نديرهم على دو كوتي. ما ناخذوهمش حنا ولينا خديناهم بحال كنضرقوا بهم. اين فوا نسولك تبدا تهضر معايا احنا وهذا هنا سير معايا عاد داكشي اللي شفت انا اللي عشتو مع دوك الناس اللي قدام اللي ما كانوا في حتى شي بلاصه. الفطره عطاها لهم الله عزيز عليهم الوليدات عنده الشوفه عنده هذا الشيء ما عم تربينا احنا. يا ما كاين مشكل تقرا تكوين يا با بروبليم ولكن خلي داكشي دو كوتي. هذاك سهام وكيل معيوره ما غاديش نقراها مع كل الاسف. هذاك كذا كذا ديال حتى السميه هو اللي كيزوق اللي جاي يتلجو الصدور الحمد لله. المهم راه تاريخ لن يرحم احدا عاوتاني ماشي بالضروره هذا اللي تكلمتي عليه صديقنا صاحبنا وداك الشيء، ولكن راه الضروره كتفرض انك في الوقت ديال الصح كتخرج تقول شي حاجه اللي كاينه. ما صافي انا مريض غنخرج نقول انا مريض ماشي انا صحيح. بناء منزل بالسطل ديال الصباغه ما
ماشي بياجور وماشي ببوصلانه والو عابر عبسباغه. يمكن هذا كينطبق على واحد الوجه من اوجه الكره المغربيه، يمكن في غياب البني كاين غير الصباغه والواجهه وداك الشيء. صح سيمونير تحيه لكم المرقد ديال الفريق بورغون، كيسلموا عليك ولاد حي التساهل ولد بورغون. داو دي كذلك بجوج معزز علينا المرقد. صافي ملي قال المرقد عرفتوا دابا اش كاين اختلاف الانتماء بيننا هنا في الحي، الضحك والشدان في بعضياتنا. تحيه لكم رجاوي ودادي. السلام عليكم اخو منير، في نظرك ماذا يقع في نادي الوداد؟ الفريق يعيش ازمه ماليه واخا انا مشجع عسكري. ازمه نتائج وازمه ما بعد واحد المرحله ديال التسيير. صح خاصها وقت 8 سنين صعيبه. 10 10 10 10 وبنتائج بالقابه. ماشي ماشي كنتي غادي مخاوياش. سي فخر الدين العام الجاي غادي نجيبوا دياز ومبابي وهالاند الكوديم طاهر مروان. صافي وانت خصك تمشي للسيتي تولي تشجع السيتي. هذا هو الاتفاق اللي خصو يكون. ما هو دور وداديه المدربين واللاعبين القدامى في تخرج الاف المدربين العطاله؟ اخو سي جمار جمار فينا ثاني شكون بعد الملعب كيهضر؟ لا راه مولي العافيه قول لي شكون هذا سميتو جمار جمار؟ لا واش القدام ديال من؟ القدامين قال لك القدماء لاعبين القدماء. عرفت شنو اللي قديم دابا؟ نصح له واحد المعلومه دابا وصلنا ل 11 هو كيربطها قال لك المدربين العطاله والمدربين التوانسه ولا مرحبا ولا مرحبا بالمدربين المغاربه في الدوري التونسي. انا نعطيك واحد المعلومه، راه المدربين المغاربه اللي ما كيبغيوش يمشيو سي بري راه جاوهم العروض. عرفتي علاش؟ حتى حتى قول لي قول لي لي سالير لي سالير هنا طالعين على تونس. فوالا هذاك الشيء اللي كاين على لسان المدربين، يقول لك انا ما غنمشيش تما لانه هذا ناقص غنبقى هنايا حيت غادي الى اخره. راه كان غيجي غوارديولا كاع على قبل الصالير عام هنايا ما كانش مسالي خلاص بانه ملتزم مع السيتي. تحيه لك فخر الدين. تحيه لك منير ونطلقوا هشام. هشام ناري والو واش كتبها كتبها تما هشام جميع الصديقين والصديقات ديالنا ديال البرنامج ونتلاقاو غدا ان شاء الله فخر الدين. هشام 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 شكرا هشام. نتلاقاو هشام غدا ان شاء الله، غادي يكون معنا ان شاء الله هشام. نتمنوا تكون معنا هشام. تحياتي لكل الاصدقاء. الساعه 11 بالاستوديوهات شدائف.